السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ النهاردة جت لي هدية فظيعة كده، ما كنتش بصراحة متوقعاها ابدا. جت لي حاجة تحفة جدا، عجبتني وابهرتني جدا والله يا بنات. كنت محتاجاها جدا، بس يعني اهو اخت جوزي طبعا ربنا يخليها لي يا رب. اخت جوزي الصغيرة خالص، اصغر واحدة فيهم، هي اللي جابت لي الهدية دي. انا كنت محتاجاها جدا بصراحة. بصوا يا بنات شكلها عامل ازاي. بصراحة كنت محتاجاها جدا، كنت يعني ايه، كان نفسي ان انا اشتريها، بس يعني عشان لسه نقله جديد وكده، ف يعني حاجتي اتكسرت، في حاجات اتكسرت وحاجات اتبهدلت وكده، فالتربو القديم بتاعي باظ، والتربو ودلوقتي يعني مش عارفه احط حاجتي في ايه بصراحه. فاخت جوزي ربنا يخليها لي يا رب جابت لي تربو جديد. يلا بينا بقى يا بنات مع بعض نفتح التربو بتاعنا سوا، ووريكم بقى ونتفرج عليه برده من جوه، ونشوفه كلنا من جوه كده شكله عامل ازاي، ووريكم برده يا بنات هنحط فيه ايه. يلا بينا مع بعض دلوقتي كده يا بنات. انا جبت مقص عشان نفتح بيه التربو مع بعض. يلا نقول بسم الله. بصوا بقى نمسك من الاول هنا كده، اهي في مكان هنا، بصوا كده شايفين في مكان، المكان ده بيتفتح منه، شايفين كده. يلا بسم الله. بصوا كده الغطا بتاعه، بصوا هو لونه بني، بصوا من فوق كده، من فوق لونه بني، شايفين شكله عامل ازاي. ماركه الوطنيه يا بنات. بصوا كده من هنا بقى عليه ورق اللي هو زي الاسترتش رول كده، بس بصوا هو معمول ازاي. نفتحه بقى مع بعض بسم الله. بصوا هي في كرتونه تانية تحت كده، هي شايفين كده الكرتونه اللي تحت، هشيلها برضو هي كمان اهي كده، هشيل برضو دول. بصوا العلب دي بقى انا هوريكم، هقول لكم بعد كده هنعمل بيها ايه، لان انا مش مستاهل يعني ان انا اسيب حاجه موجوده جايه لي، وخصوصا هديه كمان. يلا بينا بقى يا بنات مع بعض اهو. بسم الله. طلعنا كده الورق اللي كان ملفوف بيه وحطيناه برضو على جنب. بصوا بقى كده شكله بقى اوضح بكتير جدا، شايفين كده يا بنات عامل ازاي، جميل جدا. ممكن يتحط في المطبخ زي ما احنا عارفين، ممكن نحطه بدل يعني اللي ما عندوش كومودينو ممكن يعمل بدل الكومودينو، بس هو كبير شويه يعني، الكومودينو كبير شويه، بس بصراحه بصوا ما شاء الله شكله جميل جدا، تحفه والله، عجبني جدا، ربنا يخليها لي يا رب وما نتحرمش بقى من الهدايا بتاعتها. بصوا بقى كده شكله جميل جدا بصراحه، يعني ما اقولكوش انا مبسوطه جدا جدا بيه. بصوا كده اللي ايدها من هنا كمان بيتفتح بيها، بصوا واو، بصوا الدرج بتاعه ما شاء الله كبير، يعني بصوا يا بنات حاجه ما شاء الله تستحمل. بصوا كده اللي تحتيه، بصوا كده جميل جدا ما شاء الله، اربعه رف، واو بصوا يعني ايه يشيل كل اللي عندي وزياده بصراحه، شايفين كده يا بنات قد ايه ما شاء الله، يعني حجمه محترم جدا بصراحه، حاجه جميله جدا وتحفه جدا، شايفين كده يا بنات عامل ازاي، شايفين كده شكله. ده بصوا بيتفك ويتركب كمان، يتفك ويتركب، بصوا شايفين كده شكله عامل ازاي، تحفة بصراحة، حاجة جميلة جدا، شايفين من هنا يعني كمان حتى البلاستيك بتاعه معه جميل، بصوا شايفين بتنزل وتطلع كمان، مش من الحاجات اللي هي الناشفة اللي ما بتستحملش، لا بصراحة جميل جدا وعجبني جدا. بصوا كده من الجنب شكله عامل ازاي، بصوا كده شكله بصراحة جميل جدا، بصوا كده يا بنات
دي كده من ورا، ده شكله كده من ورا، هو 4 درج. بص يعني انا وانا بوطي كده الدرج بيتفتح، ما شاء الله حاجة محترمة جدا بصراحة. بص كده ده شكله من الجنب التاني. لا بصراحة يعني حاجة جميلة، وبرضه مخرم عشان ايه الخضار ما يبصش برضه. لا حاجة جميلة جدا بصراحة وعجبتني جدا. إيه يا بنات والله انا بشكرها جدا بصراحة ان هي فكرت فيا، فكرت تجيب لي حاجة انا محتاجاها بجد. يعني هي بتاع بقى قالت لي ان دي هدية الشقة الجديدة وكده، ربنا يخليها لي يا رب وتعيش وتجيب لنا ان شاء الله. وبنتها بقى بنتها ياسمين ان شاء الله برضه هتتجوز قريب، هنبقى ننزل لكم الفرح بتاعها بإذن الله. وطبعا يا بنات انا بشكرها جدا، وانتوا كمان يا ريت تشكروها معايا وتعملوا لنا بقى لايكات كتير للفيديو بتاعنا عشان تتبسط وتجيب لنا هدايا كتير زي كده. يعني ما تنسوش بقى يا بنات تعملوا لنا لايكات كتير وتعملوا لنا شير وسبسكرايب وتكتبوا لها بقى كومنت حلو كده على الهدية اللي هي جابتها لي. انا بصراحة بشكرها جدا وبقول ربنا يخليها لنا يا رب وتعيش وتجيب لنا. ما تنسوش بقى يا بنات اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.